عام 1985 وفقا للبعثة الألمانية واكتشاف مقابر أخرى صفر لمدة 6 مواسم. ثم عمل بمنطقة آثار الأقصر مرافقا للبعثة في منها المدارس الخاص بكبير الموظفين للدولة القديمة، ثم أصبح كبيرا لمفتشي آثار السفارة في الفترة من 2002 حتى 2003، ومديرا لمنطقة آثار السفارة في الفترة من 2003 حتى عام 2006، ثم مديرا